اهلا بكم مره اخرى كل متابعي ومشاهدي الاهلي ليله. والنهارده معانا فقره حواريه مميزه جدا، فقره الحواريه الاولى مع مغامر جه من المحله على النادي الاهلي وبعدها طلع الهند ولف لفه كده بقى الهند على السند على ماليزيا على الاسماعيلي على الفيوم على ابي صقل، يعني لفه كبيره قوي هنعرف كل تفاصيل اللفه دي. لكن خلينا نرحب الاول بنجمنا كابتن عبد الحميد شبانه، منور الدنيا. منور الذهاب وشرف لنا في بيت النادي الاهلي وشرف نكون مع حضرتك، يعني انت مشرف ومنور. منورك. لكن خلينا الاول نشوف تقرير عنك ونرجع نتواصل. كي. نطلع تقرير عن الكابتن عبد الحميد شبانه ونرجع نتواصل. عبد الحميد شبانة ابن محافظة المنوفية بدأ مغازلة كرة القدم في سن 7 من عمره قبل أن ينجح في الانضمام لأول ناد وهو منوف في سن 17. ظل معهم 3 مواسم كلاعب في الفريق الأول حتى بلوغه 20 عام، إلى أن تعاقد معه فريق غزل المحلة عام 2005. بدأ بزوغ نجمه بشكل كبير في قلعة الفلاحين ليستمر معهم حتى عام 2010 قبل أن تنهال عليه عروض قطبي الكرة المصرية، لكنه اختار تحقيق حلمه الذي داعبه منذ صغر بارتداء قميص النادي الأهلي. شبانة لعب مع الأهلي لمدة موسم والنصف موسم، شارك خلالها في 10 مباريات، سجل هدفين أحدهما في اللحظات الأخيرة من عمر مباراة المارد الأحمر أمام الإنتاج الحربي والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الأسبوع 22 بالدوري العام. الثاني أودية القادسية السعودي في مباراة اعتزال غازي العسير التي انتهت لمصلحة كتيبة المدرب البرتغالي المخضرم آنذاك مانويل جوزيه بفوز عريض بخمسة أهداف لهدف. توج عبد الحميد ببطولة الدوري الممتاز مع أبناء قلعة الجزيرة في موسم 2010-2011 قبل أن يصبح أسيرا لمقاعد البدلاء في ظل وجود جيل ذهبي في مقدمتهم الرباعي محمد أبو تريكة، محمد بركات، عماد متعب وحسام غالي، ليرحل بعدها معارا لمدة موسمين لتليفونات بني سويف قبل أن ينهي رسميا عقده مع الأهلي عقب إلغاء بطولة الدوري بموسم 2012-2013. بعدها شد نجم المحلة الأسبق الرحالة للاحتراف بفريق تشيرشل بطل الدوري الهندي، ظهر معهم بشكل متميز حيث خاض 22 مباراة سجل خلالها 5 أهداف. بعد العودة من التجربة الهندية انضم عبد الحميد شبانة لصفوف النادي الإسماعيلي في صفقة انتقال حر، شارك في ظل وجود المدير الفني البرازيلي ريكاردو، لكن بعد رحيله ساءت معه الأوضاع ليعود على أثرها لخوض تجربة خارجية جديدة في تايلاند قبل أن يبدأ نجم الأهلي السابق رحلة اللعب مع فرق دوري القسم الثاني، حيث لعب مع البنك الأهلي لمدة 6 أشهر ثم قضى موسما واحدا مع دمنهور وبعدها لعب مع نادي الفيوم قبل أن يستقر به المطاف هذا الموسم بالدفاع عن ألوان فريق أبي صقل السيناوي. طبعا زي ما قلت لكم معايا مغامر ولفة كبيرة جدا جدا، لكن بدايتها معانا كانت في 2010 وانتقالك للنادي الأهلي. يعني وحلم اي لاعب بيلعب في المحله في المنصوره فرق اللي هي الشعبيه، بس يعني اللي هي بتبقى الطموحات اقل من انديه كبيره يعني. كان حلم ان هو ينتقل لنادي القمه الاهلي او الزمالك يعني. فالفتره دي كان يعني الاهلي احسن نادي في افريقيا وفي مصر وكان مستحوذ على كل البطولات يعني. فكان في مشكله في منتخب مصر ان لازم تلعب منتخب مصر يا تلعب في الاهلي يا في الزمالك. فعشان تروح منتخب مصر لازم تلعب في احد الناديين، يعني طموحك اي طموح اي لاعب انه يلعب منتخب مصر. وهي ما زالت القصه نفس الخبره الدوليه والاحتكاك الخارجي. فكان حلمي ان انا يعني العب في اي نادي كرمه يعني يا اهلي يا زمالك يعني. فالفتره دي بصراحه يعني ابدو اهتمام المسؤول النادي الاهلي كابتن نادي خشبه انسان حفيظ حسام بدري كلمني برضو، ف كان يعني سعاده لا توصف يعني. فاكر اول مكالمه جات لك فيها مفاوضات للنادي الاهلي مين كلمك؟ كابتن سيد حفيظ.
فقال لي احنا مهتمين بيك وبنشوفك كل ماتش يعني ومستواك ثابت وعايزينك تستمر في كده. وطبعا يعني احساس غريب يعني. مين اللي حبيت تفرحه ساعتها لما جالك التليفون ده؟ بتحب تقول لحد صاحبك لحد قريب ده؟ لا والدتي ووالدي. انا في الاهلي كلموني. والدتي ووالدي وزوجتي يعني. هم دول حياتي يعني، ف بلغهم اي حاجه يعني تفرحهم يعني. 2010 وبدايه مع الاهلي واول موسم مع الاهلي ودوري وبطوله، لكن جيل كبير قوي قوي قوي، جيل مش في الاهلي بس، ده جيل الاهلي ومنتخب مصر وافريقيا، جيل عظيم وجيل كبير جدا، وانت مع الجيل ده شفت الجيل ده ازاي؟ اقول لحضرتك حاجه بس في الاول، ان رغم ان انا ما استفدتش في الاهلي اشتراك في اللعب يعني، انما استفدت حاجات كتير قوي بره الملعب يعني. يعني اي حد يعني مثلا زي الكاتب مثلا ميتي مثلا روايات صغيره يعني بيوصل لحد معين بينتقل لمرحله ثانيه اعلى يعني. ففي النادي الاهلي يعني في المحله كنت يعني وصلت يعني خلاص اقصى حاجه ليا كلاعب مهارات بنفذها. لما رحت الاهلي ما اشتركتش، بس استفدت كتير قوي في احترافيه كامله، الخبره، اللعب اللي هو يعني تحس ان هو لعب اوروبي يعني. تعلم نظام اللعب من اول ايه، اتحرك ازاي، شوف مثلا ما بص مثلا على واحد في مكانه زي ابو تريكه يعني، فتعلمت منه حاجات كتيره جدا يعني. وحسام غالي كابيتانو ده يعني، في مواقف بقى مع كابيتانو ومع تريكه وانت لسه جاي، اما بتخش بقى جاي من المحله وجاي على النادي الاهلي، وضع طبعا بقى فيه سن رهبه كده. في رهبه كبيره يعني. افتكر اول يوم عمري ما انساه يعني، داخل النادي الاهلي داخل من الباب اللي هو الرئيسي يعني، تخش من جوه الملعب كده وتخش من ارض الملعب على اوضه اللبس يعني. فلقيت كابتن ابو تريكه وكابتن وائل جمعه واقفين يعني، عادتهم يعني ان هم بيجوا بدري النادي، اول اثنين بيحضروا النادي. ف برضه رايح بدري ورايح رايح بقى يعني يوم رهبه ده، يوم رايح بقى ملتزم ومع قبل الميعاد نص ساعه فروحت لقيتهم واقفين في مدخل الغرفه اوضه اللبس كده. فدخلت قالوا لي تعالى يا شبانه وكده، فسلمت عليهم وانا يعني حاله انبهار يعني. انت خلاص في النادي مع واحد مع من اعظم لعيبه كره افريقيا بحالها، ولعيب يعني كابتن ابو تريكه ده من احسن لعيبه شفتهم في الدوري المصري يعني. ف يعني يوم عظيم بالنسبه لي يعني. فكانت استقبال حلو قوي ان انا اول ما اخش نادي الاقي ابو تريكه وكابتن وائل جمعه في وشي يعني. فرقت معاك؟ طبعا يعني، وهو يستقبلك كده وتعالى اعتبر النادي بيتك ومفيش حد غريب وانت خلاص واحد من اعضاء النادي فالحمد لله يعني، كان مؤشر حلو يعني الحمد لله يعني. مؤشر حلو، ولكن المؤشر الصعب المنافسه مع النجوم الكبار دول داخل الملعب، وفي ظل بقى ان 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 كوكبه الكبيره دي يعني كان عندهم خبرات كبيره جدا جدا، وانت جاي لسه عليهم، فخبرات دوليه وخبرات محليه ومع مدربين كبار طبعا. فبالتالي طبعا تعبت اكيد شويه وعانيت عشان تثبت نفسك وتدخل مع الفريق. في الاول واحد مش مستعجل قوي، لان النادي الاهلي يعني على مر السنين بقى ليه قوام اساسي من كل يعني مش زي الفرق الثانيه. كل سنه عن سنه ممكن يختلف القوام ده، مثلا التشكيله الاساسيه او الاحتياطي واحد او اثنين بيخشوا جديد على الفرقه يعني. فراح مش مستعجل في النقطة دي يعني، بس يعني بعد ثلاث أربع مباريات الواحد بدأ يخش ويشارك مع كابتن حسام بدري اللي طبعا بكون كل الشكر يعني. هو كابتن حسام كان صاحب اختيارك؟ طبعا، هو كان الفترة دي هو كان مدير فني النادي الأهلي، وبعد ما مستر مانويل مشي كان هو أول فترة ليه مدير فني النادي الأهلي. بعد أول سنة هو مسكها على طول، رحت إن شاء الله رحت معاهم الموسم اللي بعده على طول. فكان هو ليه تشكيل معين وليه قوام اساسي، فبدات اخش واحده واحده وبتشارك معاه. كابتن حسام من عادته صعب جدا يعني يحط اللاعب على بيدي له هدوء واحده واحده وياخده على الفرقه. طبعا بيهيئه نفسيا، انت تخش وسط لعيبه يعني انسى كل اللي فات اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني يعني. فالحمد لله الواحد كان دخل بشكل كويس اول ماتش ليا مع دجله والانتاج الدور الاولاني، وبدات اشارك في ماتشات وتشيت وام بي. بس وقتا سوء ظروف كده، ان الاهلي كان خسر ماتش من الاسماعيلي 3-1 باين او 3-0 4-1 3-1 بتاع كابتن شادي محمد لما كان في الاسماعيلي. فكان بعدها كابتن حسام مشي، فجه مستر مانويل. فطبعا مستر مانويل جاي عارف الناس القديمه يعني القديمه اللي هم قوام الفرقه من لما ساب الفرقه، فبدا ايه يعني يحط التشكيل الاساسي بتاعه هو، ولغايه ما الدنيا تمشي
الفرقه تستقر الفوز وكده، وبعد ايه ده يخش عناصر جديده يعني. فالحمد لله كان ليا دور برضو ان انا دخلت بعد ثلاث ماتش او اربع ماتش، فبس يعني الدنيا بقت صعبه شويه. فانا من النوع اللي انا ما بحبش اقعد يعني، قعدت خمس سنين في المحله يعني مش فاكر ان انا قعدت ماتش يعني. لعيب عايز تلعب ودي يعني ودي تبقى حاجه حلوه، اللعيب اللي عنده حماس انه يلعب دي بتبقى حاجه ساعد بي حتى لو شارك مثلا خمس دقايق بس يبقى ليا دور يعني. هدف الانتاج ده ما يتنسيش. طبعا يعني ده اول يعني علاقه متبادله جايه بيني وبين جمهور النادي الاهلي يعني. ظروف الماتش ده مفكر بيها الناس؟ ظروف الماتش ان احنا كنا كسبانين 1 جون احمد فتحي، وبعد الانتاج اتعادل وجاب بلانتي في اخر خمس دقايق او في الدقيقه 83 كده. فمستر مانويل نزلني بعد بلانتي ده وقال لي اوف ال 18 ما ترجعش عشان الكور الثانيه في زياده عدديه، لازم يبقى في زياده في الكور الثانيه، هم عندهم اطوال ورا، فالكور الرده الثانيه دي لازم يبقى في حد من عندنا يكمل وكده. فالحمد لله نزلت وكنت موفق يعني، الحمد لله يعني جبت الجون يعني. الجون ده يعني فرق ان احنا كنا قليلين بونت على نادي الزمالك في الموسم ده، ان الزمالك بعدها خسر من المقصه الجون الشهير بتاع حسين حمدي بس، وتعدينا معاهم في البناط وبعد كده فرقنا وحصدنا دوري يعني. كانت دي البدايه الحقيقيه مع جمهور النادي الاهلي؟ طبعا دي البدايه الحقيقيه مع جمهور النادي الاهلي، اول هدف في ماتش صعب و فجمهور النادي كبير جدا يعني. ايه اللي حصل بعد الهدف ده؟ هاخد اجابتك، لكن نطلع فاصل ونرجع سريعا نتواصل. المنفية اللي تألق مع المحلة واللي جه النادي الأهلي بطلب من الكابتن حسام البدري أثبت نفسه مع مانويل جوزيه بهدفه الشهير في الإنتاج الحربي، والدنيا اتغيرت بعد الهدف الثاني. لا بعد الهدف أنت يعني لما تجيب جون في وقت صعب وتلعب في النادي الأهلي وبتنافس على بطولة ومع النجوم الكبيرة بتوع النادي الأهلي، طبعا يعني تحس إن أنت يعني خلاص يعني عملت قدمت ورقة يعني. مع مانويل جوزيه ما ينفعش جون تبقى قدمت ورقة، انت ممكن تلاقي نفسك بره ال 18. هو ده ده يعني ده مع مستر مانويل يعني حاجة خاصة كده، ان مستر مانويل كان عقلية مختلفة عن أي مدرب في مصر أو جه من بره مصر يعني. زي عليك مستر فيريرا بتاع الزمالك كده، ان هو لا انت كويس، لا بس في احسن من كده يعني. مش هقول لك انت كويس عشان خلاص، عايز منك الافضل. طبعا فلازم يحفزك ويحسسك ان انت ما عملتش حاجه لسه. فدي الميزه في مستر مانويل، عشان كده يعني يعتبر احسن مدرب جه. ليك معاه مواقف معينه؟ طبعا يعني بعد الماتش الانتاج جه بعد ماتش الانتاج في اول تمرينه واتكلم معايا قال لي انت عشان بتمرن كويس وبتتكلم في تمرينك وقبل كده ما كنتش بتلعب اول ماتشين جيت فيهم، عشان كده لما نزلت يعني كان في لك توفيق ليك في الهدف، عشان انت من تمرينك يعني انت بتتعب فربنا بيديك. عايز يوصل لك رساله انت طول ما انت بتتمرن بتجتهد وبتتمرن هتلاقي ده، هتلاقي في حاجه كويسه يعني. فمن الحاجات اللي ما انساهاش يعني شخصيه يعني مدرب عظيم يعني. دورت على فرصة للمشاركة مع الجيل اللي انت فيه ده؟ الامور صعبة صعبة. طبعا فكان لازم اشوف يعني حاجة تانية ممكن اشارك من خلالها، وان المستوى بتاعك ما يعني ما من قلة المشاركة لازم تستمر في المشاركة في اي نادي تاني. فطلبت ان انا اطلع عارة يعني نادي تاني، وكان حصل ان طلعت التليفونات بني سويف، كان في اندية كتير يعني عارة وكده. فالحمد لله ربنا وفقني ان انا انتقلت نادي بني سويف، كان بيعملوا فرقه كويسه وفيها لعيبه كبيره جدا يعني من كل من معظم الانديه. فبس الدوري بقى ما كملش، حصلت المأساة بتاع بورسعيد وكده، فالدوري اتلغى من الدور الاولاني وما كملناش الدوري. السنه اللي بعدها تروح عارة سنتين يعني، السنه اللي بعدها برضو الدوري اتلغى، كان ماتش الاتحاد وجدله عشان كبير نزل الملعب وكده، فقعد سنتين ما فيش كوره في مصر يعني. ده اللي اثر شويه بالسلب على يعني معظم اللعيبه طبعا يعني. لعيبه كتير جدا يعني لعيبه كتيره بعدت، واللعيبه كتيره مثلا راحت انديه ثانيه فكان بس انت فكرت فكره ثانيه خالص. حاجه غريبه شويه يعني.
لان كان الفتره يعني الموسم الثالث بقى خلاص خلصت في المحله، وبدانا فتره اعداد في المحله، بس الدوري كان كل شويه يتاجل شهر لشهر كده لحد سنه القصه لحد شهر 10. فانا بصراحه قلت ان الدوري مش هيتلعب يعني زي السنه اللي قبلها وكده، ولان كان مطلوب ان ناخد القصاص للشهداء يعني شهداء بورسعيد وكده، فقلت مش الدوري مش هيتلعب الا لما يحصل حكم قضاء او كده، فالدوري نزل بينا مش هيتلعب يعني. ففي وكيل من لبنان كلمني ان انا اروح لبنان وكده والعب في الدوري اللبناني، فقلت بصراحه يعني مش حاجه ماديه عاليه يعني، حاجه بس ايه ان انت بتشارك عشان ما ترجع مصر تبقى جاهز يعني بدنيا وكده، مش عايز تلعب عايز يعني تبقى موجود، تبقى فارق عن اي لعيب تاني، الواحد كل واحد بيبص لنفسه ان هو يبقى عايز الاحسن يعني. فخلصت موضوع لبنان ده، بس ما حصلش نصيب عشان ورقه كده، ما ورقه التجنيد ان انا كان مؤخد اعفاء يعني من وحيد يعني، فكان ضاع مني بصراحه، وكان فاضل يومين على التأييد، فالموضوع فشل في اخر يوم، مالكش فيه نصيب. انا كنت مسافر، رحت المطار خلاص ومسافر خلاص يعني. فبعدها اسبوع الوكيل كلمني قال لي روح نادي في الهند وكده وبتاع، فاقوم سمعت يعني غريب قوي موضوع لان الهند عرف فيها افلام سينما بس يعني متابعها بس افلام سينما ولا مش رايح امثل، رايح العب كوره يعني، او عمري ما سمعت عن الدوري الهندي او كده. فهي ده فرقه بتلعب بس تجربه يعني طبعا تجربه يعني بصراحه استفدت منها يعني، استفدت منها كتير قوي يعني. رحت هناك قال لي بطل الدوري وهيلعب في بطوله اسيا، شارك مع فرق اسيويه كويسه، تلاقي فرصه وجات عرض وكده، فده اللي شجعني شويه يعني. رحت هناك وكده تقريبا انت اللاعب المصري الوحيد اللي لعب هناك. طبعا اكيد عمره ما حد هيروح هناك يعني. بس الكره الهنديه في التوقيت ده كانت عامله ازاي؟ هم بيحاولوا يعملوا زي الصين كده يعني، الدوري الهندي زي الصيني زي دوري يجيبوا محترفين يعني، عاوز يجيب محترفين، عاوز يعمل شو اعلامي على الدوري الهندي، عاوز يعمل صناعه كوره في الهند، عشان كده بيجيب دلوقتي بيجيب معظم لعيبه، روبرت كارلوس، انيلكا، ديل بيرو، ناس كتير لعبت هناك يعني. فهم بيحاولوا يسووا الدوري الهندي عشان هم عندهم لعبه الكريكت دي اشهر لعبه هناك يعني، اللعبه الشعبيه الاولى هناك. فهم على الاعداد اللي هم عندهم، عندهم مليار و300 مليون ناس ما باين، وعندهم الحاجه اللي هي الراعي اللي هناك، كل نجم سينمائي بيرعى فريق، فدي حاجه كويسه جدا يعني عندهم في الهند. كل نجم سينمائي ليه فريق معين هو اللي الزمر بتاعته الزمر بتاعه كده. فكان حاجه كويسه يعني، استفدت بيها كتير. ست شهور هناك حياه مختلفه خالص بقى، جدا خالص مختلفه جدا يعني، في العادات وفي الشارع ومع الناس ومع اللعيبه. هو بصراحه انا قعدت في مدينه هناك هي جزيره سياحيه يعني، عامله زي مثلا شرم هنا او الغردقه كده، فده كان مساعدني شويه على التاقلم يعني، مش حياه هنديه بس يعني كنت بتتكلم هندي شويه كده. لا خالص، هو عز دماغي بس، هو عز دماغي ايوه، ده يعتبر انت هندي خلاص يعني. طب كنت بتفهم بقى منهم بقى انجليزي بس يعني، اتكلم انجليزي. المدير الفني كان هندي ولا كان هندي بس يعرف يتكلم انجليزي، يعرف يتعامل معايا يعني. لا بيعرف يتعامل معايا يعني، بيشرح لي مثلا بالانجليزي. معظم الفرقه مثلا هنود يعني، وفي اثنين من واحد من يعني. انت مثلا لو كلمت مع لعيب في الملعب ما اعرفش يعني، ولا هو باص ولا هيقول لك حاجه ولا لا هو باص يعني، بتكلم مع راجل براحتي شاور بس كده ومغمز له بس. تجربه حلوه برضه يعني، تجربه جميله يعني، استفدت منها كتير. ويعني ممكن غلطتين غلطتهم في حياتي، ان انا مشيت من النادي الاهلي، استعجلت ان انا امشي من النادي الاهلي، وغلطه ثانيه ان انا بعد ما رحت الهند رجعت تاني من الهند يعني. كان في عروض هناك كويسه وبتاع، بس نادي الاسماعيلي كلمني لما رجعت خدت اجازه هنا، كنت مسافر تاني الهند يعني، نادي احسن يعني. فنادي الاسماعيلي كلمني هنا فكنسلت اللي هو السفر للهند وكده، ورحت نادي الاسماعيلي يعني. بس كان نفسي يعني اجربها تاني، وممكن اجربها تاني ان شاء الله باذن الله. انت ليه شايف ان الغلطتين الكبار انك سبت الاهلي ليه سبت الاهلي؟ انت بتقول انا سبته، انت كنت عايز تلعب. طبعا يعني بعد اللي شفته كده في الانديه، لا النادي الاهلي قصه مختلفه كتير، لا في فرق كبير يعني، النادي الاهلي في مكان وكل الانديه في مكان تاني يعني، في التعامل، في الاحترافيه، النظام، التزام، كل حاجه بصراحه يعني. يقول حاجه بتنافس في وقتها في نفس الوقت والساعه فدي حاجه مش شايفها في اي نادي تاني بصراحه يعني. كان ممكن اصبر شويه في النادي الاهلي وقت ما فرصه تجي لي تاني يعني، بس يلا هو نصيب الحمد لله على كل شيء يعني. الظروف الكوره ساعتها كان فيها مشاكل كتير فالحمد لله. الهند بقى يعني، الهند وانت خدت فرصه كويسه واديت وجاي لك نادي اكبر، هل صعوبات الحياه هناك شفت ان الحياه صعبه شويه؟
يعني اللغه برضو كانت عائق، وليه ما حاولتش مثلا تعرف تتعلم لغه تظبط امورك؟ او ممكن اتعلم مثلا لغه يعني فرنسيه المانيه، اللغه الانجليزيه تبقى صعبه شويه. صعبه جدا يعني. وكمان ان انا زي ما قلت ان انا وحيد يعني، اخ وحيد وكده، فالغربه بالنسبه لي ان انا اسافر ووالدتي ووالدي واخواتي وزوجتي واولادي، فكانت صعبه شويه يعني. فان انا حياتي كلها الهند، حتى الناس يعني عرضوا عليا هناك ان انا ادخل مدارس هناك انترناشونال وكده واعيش هناك كويسه وكده، بس حاسس ان انا منعزل عن العالم يعني، فكانت صعبه شويه ان انا قلت انزل مصر الاول اخد اجازه وكده وافكر وبتاع. في حد بيشجعك وانت هناك مثلا؟ حد مصري، حد عربي، صاحبت حد يعني؟ كان ليا صاحب هناك كان مصري يعني، مصري. كان مصري هناك في الهند يعني، كان هو مصريين في كل حته. طبعا ما شاء الله يعني، كان مصري، هو شغال في الجيش المصري وكده هنا. فكان ايام الثوره وكده، فهو قدم على اجازه وكده ومتجوز روسيه، فهو كان عايش هناك في الهند. روسيا دي عندها شركه سياحه وكده، فالسياحه هناك كويسه قوي في الهند يعني. هو كان عايش معاها يعني، ده اللي خفف عليك بقى؟ ده اللي على طول قاعد معاه بصراحه يعني، المصري ده اسمه محمد هو. فبصراحه هو ده اللي تصبرني شويه ان انا اكون هناك وكده يعني. كان معانا اتنين سوريين كمان اول ما روحت يعني، بس ما كملوش يعني، هم بعد اسبوعين مشوا تاني يعني. لعيبه ولا لعيبه؟ لعيبه. لعيبه سوريه. استحملوش دول؟ لا، والنادي الغى التعاقد معاهم يعني. هناك في ميزه شويه هناك ان الخدمه بتاخد طول السنه. طول السنه؟ بس هم اربع محترفين. بس في اي وقت ممكن الغي الاحتراف بتاعك، بس بالتراضي يعني، اما حاجه بالتراضي او بحقوقك. هو حسب ما تتفقوا، واجيب محترف تاني في اي وقت. فهو كان بعد اول ماتشين مشوا، وانا كنت قاعد لوحدي فتره كده لغايه ما جابوا اثنين محترفين تانيين يعني، واحد من كوستاريكا واحد من استراليا بس يعني. فالست شهور عدوا يعني الحمد لله يعني. العوده للاسماعيلي وانت موجود في اجازه كده ورايح فرقه ثانيه، جالك عرض من الاسماعيلي، فضلت انك تكون موجود هنا في الدوري المصري؟ طبعا يعني، الاسماعيلي فرقه كبيره برضو يعني، برازيل العربي يعني، ف فرق كوره، وانا واحد يعني بحب العب كوره يعني. ف فالواحد اول ما برضو دي يعني هتعيد برضو اسم عبد الحميد تاني في يعني في القاهره هنا يعني وكده. فما اول ما كلموني بصراحه يعني، ما يعني يعني اجبت على طول وكده، ورحت خلصت معاهم وكده. بس كان ظروف صعبه في نادي الاسماعيلي، كان في اول السنه ان هم متفقين على حاجات وكده ولعيبه، وكان مستر ريكارجو معانا البرازيلي مدير فني، وكنا احنا الموسم ده اكتر فرقه اتعادلت في الموسم ده يعني. الاسماعيلي كان عامل رقم قياسي، اكتر فرقه في الدوري المصري اتعادلت يعني. بس يعني حصل ظروف كده وسوء توفيق، جه كابتن ميدو غير الفرقه بحالها فمشينا كده يعني. حصل ظروف صعبه شويه، فالحمد لله يعني مشيت. رحت على دمنهور، لان كان في الشريعه كانت لسه صعده ممتاز، الشريعه زازيق لسه صعده ممتاز وكده، وكان تنامي المزيان ماسكهم، وخلاص خلصت مع الشرقيه وفي دوري ممتاز وكده. جيت قبل الدوري مثلا بعد الفتره الطويله الاولانيه وكده، وخلاص الدوري قرب يبدا، جه طارق يحيى مسك الفرقه، وتنامي المزيان مشي، فحصلت سووا ناس وجابوا ناس وحاجات اللي هي التسويه دي بس يعني. فرحت دمنهور مع كابتن فايز يعني وكده، فالحمد لله يعني. بس يعني موقعك دلوقتي فين؟ في نادي ابي صقل السيناوي يعني. ناس هناك انا في درجه ثانيه. ممتاز بيه. كان في الفيوم السنه اللي فاتت، ومكمل معاهم سنه كمان، وكان مسندنا طبعا كابتن جمال عبد الحميد يعني، طبعا كابتن كبير يعني، وشخصيه محترمه جدا يعني، بقدم له كل الاحترام يعني والتقدير. جه في اخر السنه، كان هو خلاص بقى يعني، كان مسافر كاس عالم في روسيا والتحليل وكده، فهو يعني مبقاش هو المدير الفني بتاع الفيوم يعني، جابه كابتن وائل اللباني. فحصل سوء تفاهم كده ما بيني وبينه، ان هو يعني حاجه بره الكوره يعني وكده، فما قدرش يكمل معاهم يعني. في اخر برضه فتره قبل الكيد يعني. فكابتن احمد سالم بصراحه، بس انا حابب فيك ان انت حابب الكوره وحابب تلعب وبتجرب وبتروح من نادي لنادي وبتمارس يعني. انت ما كسلتش مثلا في الطريق، ما انا خلاص لعبت كام موسم، لعبت في انديه كبيره، لا مش هلعب في انديه صغيره، انت حابب الكوره قوي. لا انا الكوره لو فين، في الصين هروح يعني. اصل انا بص، انت رحت الهند. صح. انت عملت، انت روح. بقول لحضرتك، لا الكوره دي عشق يعني، مش ممارسه بس، ممارسه ومشاهده وقرايه وحاجات كتيره يعني. الكوره دي بالنسبه لي رقم واحد اي حاجه يعني، دي عشق يعني. لو هلعب فين يعني، لو هلعب في سينا، رحت لعبت في دمنهور، في فيوم، فهي حاجه يعني. كل ما انا قادر
اروح العب في اي مكان يعني ما عنديش مشكله في اي حاجه. حاجه جميله جدا. وانت بقى مع الفرق المحترمه دي الفرق المجتهده بتبقى معاك لعيبه ما بيجوا بقى بيشوفوا الاهلي ويشوفوا الزمالك والدوري الممتاز يقعدوا يكلموك يقول لك انت بقى ما كنت بتلعب في الاهلي والناس والدنيا. اه طبعا الناس دي بتبقى يعني بتبقى لعيبه محترمه كلها طبعا. طبعا. فبيحبوا يستفسروا يشوفوا ايه الجو في النادي الاهلي في النادي الاسماعيلي في المحله. طبعا نادي ما يكون متلعبت في النادي الاهلي دي حاجه كده وسام كده على صدرك كده او حاجه في السي في منوره كده يعني. فطبعا بنحكي لهم الاجواء هناك ومفيش حاجه صعبه ممكن تلعب في الاهلي التزام وتمرين واخلص لعملك يعني واي حاجه الدنيا سهله يعني مش موضوع ان انت ان انا صعب العب في النادي الاهلي لا طول ما انت بتتمرن كويس وبتلعب وبتخلص في عملك الكوره دلوقتي خلاص يعني خلاص زمان الموهبه ده خلاص ما بقاش في مواهب زي زمان يعني والموهبه عايزه اداره تدير موهبتك ازاي اكيد انت شايفين ان محمد صلاح يعني ف دي حاجه يعني موهبته مش زي ناس تانية لا بس هو عنده عزيمه واراده واجتهاد وبيعرف يعمل ايه في امتى وازاي فما فيش حاجه صعبه بس الصعب ايه فيك انت انت ممكن تخلي اي حاجه صعبه ممكن تخليها سهله يعني انت تدير موهبتك ازاي بس دي اهم حاجه انت عايز ايه واوصل لها ازاي مش انا هوصل هناك وهاجي لا انت هتوصل ما فيش يعني ربنا يعني شوف حد بيجتهد اكيد بيديله طبعًا. دي حاجه يعني خليك واثق في ربنا جدا لذلك مانويل جوزيه قال لك ايه قال لك انت بتجتهد في التمرين فربنا ادالك في الماتش بس هو الاجتهاد بيجي وراه نجاح في اي مجال في الدنيا طول ما انت بتجتهد وتخلص في شغلك تاكد 100% ان هي لو ما جاتش دلوقتي اكيد بعد فتره بس اكيد حياة مضاعفه طالما انت صبرت وكده فدي حاجه يعني الواحد بيحاول يعلمها للعيبه الصغيره وكده اللي بروح في الانديه اللي انا بروح فيها فان شاء الله باذن الله يبقى الواحد يقدر يقدم حاجه يعني لزمايله في اي فرقه يعني واقدر اساعدهم يعني فان شاء الله خير باذن الله. عبد الحميد شبان شايف الدوري السنه دي ازاي؟ الدوري ابتدى الجمهور يرجع الدنيا تبقى قويه منافسه كويسه بتتابع الدوري ازاي؟ هو انا بتابع الدوري يعني كل ماتشاته بتابعها يعني انا بحب الكوره جدا فاي ماتش لو يعني مع احترامي لكل الفرق يعني لو مثلا الداخليه بتلعب بيبسي مع احترامي طبعا فرقتين كبار يعني بس اقل جماهيريا يعني فبتابعه يعني فشايف ان الدوري السنه دي صعب جدا وبالذات الارقام اللي احنا سمعناها في الدوري واللعيبه المحترفه كتيره اللي دخلت الدوري ومع زياده الرعاه يعني حاجات كتيره جدا ومنتخب تغيير المدير الفني للمنتخب فكل ده بيدي امل للعيبه كل لعيبه الانديه ان هو عايز يشارك المنتخب شايفين مثلا الاثنين من الاسماعيلي باهر المحمدي واحمد احمد مش فاكر اسمه ان هم راحوا المنتخب اول مره يعني ما حدش انا اتوقع ان شايف ان بقى في الاختيار من ايوه فكل اللعيبه عايز يثبت نفسها ولاعيب من الداخليه لعيب من الانتاج لعيب من ديدلا فدي حاجه كويسه يعني بتدي للدوري قوه وحماس وكمان عوده الجماهير كمان ان انت عارف حضرتك ان مثلا بقى لنا 3 سنين او 4 سنين او فتره كبيره شويه بيتقال لك هترجع بلعبش الجمهور بعدد لا مش هترجع ان شاء الله لكن ترجع. بقى على ارض الواقع يعني ان شاء الله خلاص يعني نسبيا بدات ترجع شويه يعني ان شاء الله ترجع يعني ان شاء الله في الدور الثاني ان شاء الله بنسبه كبيره يعني فدي حاجه انت شايف حضرتك ان معظم اللعيبه بتاع يعني معظم الفرق اللي ما لعبتش في الجمهور قبل كده فدي ممكن تؤدي بالسلب او بالايجاب يعني فبس انا شايف ان شاء الله تؤدي بالايجاب يعني ان هيدي يعني جمال للماتشات انت شايف حضرتك الدوري الانجليزي والدوري الاسباني وال يعني الواحد فعلا لما كان بيحس بيتفرج على ماتش حته ثانيه بقى يعني بيتفرج على ماتش مثلا في جمهور انا بسمع مين بيتكلم في المدرجات فوق يعني طبعا فحاجه يعني ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله بدوري قوي وفي فرق كمان كبيره وفرق كتيره وفي تدعيمات عندنا مثلا بيراميدز طبعا نادي الاهلي نادي الزمالك نادي الاسماعيلي نادي المصري نادي طبعا في المنافسات بشكل يعني ذكرت اجيري جيري بيأدي مباراه بدايه طبعا قويه النيجر فرقه ومنتخب مش قوي ومش منتخب يعني برضو مش ضعيف ولكن نتيجه مبشره وبدايه كويسه وزي ما انت قلت هو مغير من دم المنتخب والله انا يعني انا مبسوط وبرضو ايه حريص شويه ان ممكن مش عايزين نحكم على اي حد من اول حاجه يعني لسه الحكم لسه بعد 3 4 ماتشات بعد ما لعب فرقه مثلا زي تونس فرقه تقيله اقدر احكم عليه يعني المدرب الكبير بيبان في الماتشات الكبيره من اول مباراه في اختياراته في ادائه
واختاروا طبعا اختيارات كويسه جدا يعني، مش يعني ممكن يختلف على واحد ولا اثنين او مثلا يعني ما اختاروش ده طبيعي في اي مدير فني، ما فيش حاجه يعني في الدنيا لسه الدنيا ما شافش اللعيبه الدنيا ما تتفقش على مثلا كل واحد ليه اراءه يعني، ولازم الاراء تختلف يعني. بس انا شايف ان يعني هو يعني ليه بصمه ان في كره هجوميه، في يعني مرونه كده في الاداء، ممكن حد يعني صلاح بيلعب بهاف، صلاح بيلعب تحت رؤوس الحربه، صلاح بيلعب راس حربه، باهر بيلعب باك يمين، بيلعب مساك، علي غزال كان بيلعب مساك، بينزلوا في نص الملعب، لا في انسيابيه وحريه في الادوار. فانا شايف ان شاء الله تبقى بدايه كويسه، وزاد يعني مستني ماتش تونس يعني عشان اقدر احكم عليه يعني. فان شاء الله باذن الله توفيق للمنتخب يعني وكل الانديه يعني. لكن شايف ان المنتخب في تغيير ولو حتى شكلي في طريقه اللعب بعد هيكتور كوبر كان بيلعب قدام الفرق كلها بشكل معين، هل شايف ان 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 ده في ملامح تغيير في الاداء الطريقه؟ طبعا انا يعني مستر كوبر عمل طبعا انجاز ان احنا وصلنا كاس عالم ونهائي افريقيا طبعا بعد غياب كبير، بس بالاداء لا طبعا مش ممتع. معظم فكره هو فكر واحد يعني، مع احترامي مثلا لما لعب نيجر مش زي ما لعب تونس. لا هو عنده ممكن مثلا ملعب النيجر هو نفسه هدافع والعب على الهجمه المرتده، هلاعب تونس هدافع لا يعني. ده اللي انا يعني توسمت فيه خير امبارح، ان انا بلعب النيجر فبيلعب بثلاث او اربع مهاجمين يعني صلاح وتريزيجيه ومروان، فحاجه كويسه ان هو يعني فرقه سهله هاجم، اصل احنا يعني منتخب مصر يعني فاحسن فرقه افريقيا وثلاث سنين ورا بعض، فلو يعني لو ما فرضتش اسلوب على اي فرقه سهله او صعبه، بس بالنسبه الاول السهل يعني لو ما فرضتش اسلوبي من اول دقيقه في الماتش يعني ما استحقش ان انا ابقى بطل افريقيا يعني. هيكتور كوبر ثبت التشكيل وثبت اختيارات المنتخب لفتره، كان ده في صالح المنتخب ولا كان في اسماء كان لازم يعمل تحديث؟ هو يعني حاجه ايجابيه وحاجه سلبيه، بس سلبياتها اكتر. سلبياتها ان لو حد من التشكيله السيئه دي مثلا حصل له حاجه يعني، وارد ان يحصل حد يتصاب او حد لا قدر الله يعني مستوى وحش يعني في فتره من الفترات مستوى يقلل، وده وارد في اي لعيب في اي فتره في لعيب الكوره يعني المستوى يقل في فتره معينه، فلما ملوش بديل فكده المستوى بيتاثر، انت باني فكرك على لعيب معين او كده يعني، مثلا عبد الله السعيد دي فتره كان في مشاكل وكده وبتاع، ف لعيب لما بيحس ان له ان ليه بديل او حد ممكن ياخد مكانه بيريح. دي طبيعه في الكوره عندنا في مصر بالذات انا جاي اوروبا طبعا، بس عندنا في مصر لو ملوش بديل خلاص انا ضامن مكاني وحش حلو هلعب وحش، انما لو في منافس وفي بديل يعني تختلف القصه. فاكر حضرتك عصام الحضري اول ما جه النادي الاهلي اول ما يعني كان مستواه يعني مش هو عصام الحضري بتاع دلوقتي، بس اول ما الاهلي جاب نادر السيد وفي بديل نادر السيد عصام الحضري كان احسن حارس في افريقيا، هي دي الكوره دلوقتي يعني. وفي اي مكان في العالم اي لعيب يعني مش ليه منافس على مكانه مستواه بيطلع وينزل وممكن يغيب لفتره، انا عارف ان مفيش الا هو. فده كان العيب بتاع مستر كوبر يعني، كمان احنا لما فكر انت ما عندكش راس حربة للمنتخب، مع احترامي لكوكا لعيب جامد جدا بس برضه بيجي مع منتخب مش مؤثر التاثير اللي هو يعني انت بتتكلم على منتخب مصر راس حربة تفتكر متعب عمرو زكي سنة. لان مصر الانديه دلوقتي بتحاول تستسهل، بتحاول تجيب لعيب افريقي لعيب محترف، معظم يعني قول لي مثلا مين فرقه في مصر كده باستثناء مثلا احمد علي في المقاولين احمد جمعه في المصري، مين في مصر هنا عنده مثلا ما عندوش راس حرب افريقي؟ طب ما نسال العكس، فين الفيرود اللي طالع حلو ويعني وقدم نفسه؟ طب نسال برضه سؤال، عمرو زكي طلع ازاي؟ لازم يبقى في كشافين. لعيب عنده موهبه، لعيب عنده اكيد تلن. اكيد لا يعني انت جيت من المحله مثلا فلان جه من هنا، عمرو زكي جه من المنصوره، لعيب كويس بيفرض نفسه بيبان بيبان بسرعه، برضه الموهبه دي قلت؟ هو ممكن قلت بس اكيد في يعني طبعًا. ممكن قل البحث عنها شويه طبعًا. ان الاول كان في ناس بتدور وفي كشافين وكده، الناس دي يعني ممكن قلت شويه، انما في مواهب في مصر وفي لعيبه جامده جدا، ويعني احنا يعتبر دلوقتي من احسن سنوات حياتنا في الكوره وبقالنا سنتين ان مثلا في كذا محترف بره مصر، ودي عمرها ما كانت بتحصل، في مثلا كان في ثلاث اربع لعيبه بيلعبوا في الدوري الانجليزي، فدي اقوى دوري في العالم، فدي عمرها ما حصلت، معنى ذلك ان احنا بنتطور يعني الكوره في مصر بتتطور، في لعيبه بتبان يعني رمضان وعلي جبر وحجازي وصلاح والنني يعني في اقوى دوري في العالم، فدي معناه ان في مواهب، بس
لازم نبرزها احنا. احنا يعني لازم ناس تكتشف المواهب دي. واكيد في ناس حربة في مصر كتير يعني. في لعبة بتطلع وترجع زي علي جبر مثلا، في لعبة بتكمل دايما، في لعبة في قلة مشاركة انما في لعبة بتصبر عشان تاخد الفرصة الكاملة زي إنما رمضان صبحي طبعا. في لعيب زي صلاح بقى خد فرصة تدريجي طبعا بقى اصبح حالة طبعا اصبح يعني حالة كده يعني حاجة زي الاهرامات هنا في مصر كده يعني. يعني طول مصر تقول صلاح الاهرامات كده يعني. فهو يعني شخصية جميلة جدا، شخصية محترمة جدا، شخصية ملتزمة. هو يعني ربنا يعني بيد يعني التزام قدامه نجاح، الاجتهاد قدامه نجاح. ربنا مش يعني ربنا عادل يعني. فهو تعب وسافر ومكان في بازل كان محدش يعرف عنه حاجة، واستحمل وصبر وقعد سنتين وثلاث سنين دوري ضعيف نسبيا عن الدوريات التانية. وهناك كان في مشاكل كبيرة في نزل يعني واحد مغترب وكده، ولقيت الجو هناك مثلا الساعة 5 ما فيش حد في الشارع في سويسرا. فلا هو صبر واجتهد كان عنده حلم وصمم خليه يعني حلمه واصر انه يبقى وراه. فعشان كده وصل يعني وصل يعني ما شاء الله يعني ربنا يحميه ويكمل يعني. فلا في مواهب كتيره في مصر يعني، عايزه بس ان حد يظهرها يعني. اللعيب دلوقتي صلاح فتح يعني الطموح والسقف، اللعيبه الصغيره كمان بتسعى تاخد انها تحترف بدري. هل انت مع ان اللعيب يطلع بدري ولا لازم يقف على رجليه هنا الاول ويطلع فاهم شويه؟ لا هي انا عندي ان يطلع بدري احسن يعني. ان يطلع بدري هيتعلم اساسيات يعني. احنا عندنا برضه مع احترامي هنا ان في اساسيات هنا، ان اللعيب امتى وقت راحته، امتى شغله، امتى اجازته، يعمل فيها ايه، تمرينه ونومه. هنا يعني المنظومه دي يعني مش 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 كويسه شويه في الدوري في هنا في مصر يعني. لو طلع بره وتعلم الحاجات دي من صغره هيفرق جدا معاه يعني. فانت بتشوف حضرتك ان معظم دول افريقيا هي اللي بتطلع اللعيبه وباسعار مختلفه وباسعار ضعيفه جدا. لان هو عامل عقد رعايه، هو اللي هيجيب له اسعار بعد كده يعني. في ناس بتقعد 10 سنين بتدخل، زي مثلا صلاح لما طلع صغير من المولين لحد مثلا ما راح ليفربول بيجيب دخل ليفربول. هو يبص لقدام بيجيب دخل المولين، هو يبص لقدام ان انا اطلع هستفاد، اسم المولين هيعلى، جاي من نادي المولين، بعد كده هيجيب كشافين من اوروبا يجي المولين يشوفوا صلاح ده طلع منين. فدي كلها حاجات ايجابيات على الدوري المصري او على الفرق هنا، ان انا اطلع حد وهو صغير يتعلم في احتكاك خارجي، في تعليم النظام هناك غير هنا خالص. ف بتمنى ان هم يعني ما يمسكوش في الناشئين شويه يعني، يسيبوا يتركوا لهم المجال ان هم يحترفوا من صغرهم ويجربوا يعني. اكبر رساله شايفها من وجهه نظرك صلاح قدمها لعيبه الكره المصريه، ايه الرساله الكبيره كانت لك كلاعب كره شايف ان صلاح قدمها وسهلها على اللاعب المصري؟ قول له انك تقدر. سهلها ان هو راح يعني كنا متخيلين ان عمره ما حد يبقى في الدوري الانجليزي، ان هو اقوى دوري في العالم، ان حد مثلا يعني الافارقه بينجحوا بالعافيه. يعني مثلا كل فين وفين لما الاقي افريقي مثلا ساموليتو دروجبا، يعني حاجات معدوده جدا يعني. ان لا حد بينجح كده. لا صلاح قال لك ان في مصري كمان ممكن يروح هناك ويبقى احسن لاعب في الدوري الانجليزي. فدي رساله الدوري الانجليزي افضل لاعب في العالم، افريقي احسن افريقي، من ثلاثه الاحسن في اوروبا، من ثلاثه الاحسن في اوروبا، من ثلاثه الافضل في العالم. لا ارقام تتحدث عن نفسها. الموضوع مش مفيش حاجه اسمها مستحيل. ان بيقول اللاعب المصري مش حاسس انه مستحيل، بس تتعب واصبر واستحمل. ان في برضه استعجال هنا في الدوري يعني، استعجال ان لعيبه مثلا يعني مثلا زي محمد ابراهيم لعيب جامد جدا في الزمالك. لما راح دوري البرتغالي بعد موسم وكان بيأدي بشكل كويس ما قدرش يصبر هناك. حس ان التجربه البرتغاليه مع اللاعب المصري ما مشيتش بشكل كبير. كان عندنا فتره كان في سويسرا، قبلها فتره كان في تركيا وكان في البرتغال، لكن الدوري البرتغالي او اللعيبه اللي بتحترف في الدوري البرتغالي معظمها بعيدا عن كوكا اللي هو راجل لعب شويه انما استمر شويه نجاحات بالشكل وراح اليونان دلوقتي هو اولمبياكوس. بالظبط. انا بشوف الدوري البرتغالي يعني شبيه شويه بالدوري المصري. معظم يعني بعيد طبعا عن بنفيكا وبورتو وسبورتنج لشبونه، اربع خمس فرق كده هم يعني محترين يعني، هم زي دوري اوروبي وكده. بس بقيت الدوري تحس ان زي الدوري المصري، مفيش فرق يعني. ما فيش يعني كرة عالمية يعني بنشوفها يعني وكده. بحس برضو ان هو بيشوف ان هو يعني ما بيطورش من نفسه هناك يعني. هناك اللي بيتطور مثلا بيلعب فرقة زي بورتو بتلعب دوري ابطال، بنفيكا بيلعب دوري ابطال او دوري اوروبي. انما الفرق التانية ما فيش اللي هو ايه بياخد خبرات، او مثلا ما فيش حاجة بيتعلمها هناك او كده.
فهو بيستعجل برضو حته الاستعجال برضو يعني. فبتمنى ان اي حد يروح بره ويسافر بره مش لازم ان انت بعد اول 6 شهور او بعد اول ماتش او ماتشين ان حد يكلمك انت تلعب في دوري انجليزي او اسبانيا او فرنسا او ايطاليا يعني. لا لازم تصبر موسم وموسمين وثلاثه. صلاح لعب 3 سنين في سويسرا او 4 سنين يعني. لازم تثبت نفسك في المكان ده ان انت احسن واحد وتستحق ان تروح مكان احسن يعني. مش من اول سنه ناس تتصل بيه تقول لك تعالى وطالما انت بتشتغل سيبك من الناس اللي بتكلمك. هو شغلك هو اللي هيجيب الناس كلها حواليك يعني. فان شاء الله باذن الله ربنا يوفق الجميع يعني. شايف افضل لعيب في الدوري المصري والدوري المصري طلع وان كان صلاح بحجمه ولعب في يمكن في الدوري السويسري سنتين ونص وقت لكن برضه هم يعتبر وقت كبير. كان شايف في الدوري المصري مين اللعيب اللي عجبك في الدوري المصري وقت انت شايفه انت لعيب؟ اللعيب اللي عجبني الدوري المصري اجايه ده لعيب عالمي يعني. اجايه بستمتع بيه جدا 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 يعني. ان شاء الله يرجع بالسلامه طبعا ان شاء الله باذن الله. لسه متقلبه من يومين او ثلاث ايام يعني ان هو صديق واحد صاحبي يعني معانا في نادي ساكل يعني. فان شاء الله يرجع بالسلامه يعني. لا لعيب ممتع يعني لعيب كوره ممتع بيعجبك يعني. طبعا طبعا هو طبعا المقاتل حبيبي يعني كابتني احمد فتحي طبعا يعني احمد يعني لا ده حاله لا ده حاله طبعا حاله طبعا اللعيب يستمر مثلا ما شاء الله يعني 10 سنين او 11 مش فاكر بالظبط كام ان مستواه ثابت عدد من المواسم بالشكل الثابت بالاداء المتعارف عليه ده حاجه مش سهله. القوه البدنيه ما شاء الله ان هو في الماتشات يبقى ممكن اكتر واحد مثلا لو نحسبها اكتر واحد بيجري في الماتش اكتر واحد بيعمل مجهود بدني في الماتش ملوش دعوه بالسن. انا طبعا بختلف مع ناس كتير اللي يقول السن ومش السن لا طالما اللعيب قادر يأدي في الملعب ما بصش لسنه. في لاعب عندها 20 سنه و21 سنه ما يقدرش تجري يعني. فحته هو العطاء في الملعب ده اللي احكم عليه قادر ولا مش قادر بالملعب مش بالسن. فانا شايف يعني طبعا كابتن علي معلول يعني لعيب برده جامد طبعاً. جدا يعني. ف دول اللي شايفهم يعني ولعيبه كويسه يعني في الدوري المصري. عبد الحميد شبانه شايف بعد بقى ما يبطل الملعب براحته ان شاء الله سلك التدريب ولا شايف ايه؟ لا تدريب طبعا يعني. تدريب ده حلم طبعا تدريب و عن دراسة وعن ثقة إن شاء الله بإذن الله يعني لا مركز فيه جدا يعني بحضر هعمل إيه وحاجة كده في دماغك تبقى طبعا طبعا من زمان من قبل ما أجي الأهلي طبعا يعني وأنا في المحلة من صغري هلعب أو مدرب يعني حتى ممكن أقعد مثلا بفهم ماتشات أوروبية بعمل خطط وتشكيل مين هيلعب ده ممكن يطلع ده وينزل ده ألاقي بيعمل كده فإن شاء الله بإذن الله يعني تدريب ان شاء الله باذن الله يعني. كابتن عبد الحميد شبانه شرفتني ونورتني ولو حابب تقول اي حاجه قبل ما اشكرك. حابب طبعا اشكر حضرتك الذهاب كان شرف لي ان اكون معاك النهارده ومبسوط طبعا وشكرا لقناه النادي الاهلي وبيتي طبعا بشكر طبعا نادي منوف كان ليه فضل عليا اول نادي لعبت فيه نادي غزل المحله اللي عرف مين عبد الحميد شبانه طبعا نادي الاهلي ده حاجه كبيره عندي وجوه قلبي يعني. بتمنى التوفيق للناس كلها و حابب اشكر طبعا والدتي ووالدي وزوجتي واولادي واخواتي وكل اصحابي يعني وفي جنبي كتير يعني وان شاء الله كانوا افضل الكره المصريه يعني ان شاء الله نتمنى الكره المصريه تبقى يعني مصنفه يعني في انها تقع عليها كره جماهيريه ممتعة الناس تحب تتفرج عليها من بره مصر يعني فان شاء الله اتمنى الافضل لمصر يعني والكره المصريه ان شاء الله. كابتن عبد الحميد شبانه شرفت ونورت. مبارك يا مزهاب وشرف ليا. مبارك يا طبعا فقره مميزه مع مغامر من المغامرين في الكره المصريه عبد الحميد شبانه اللي جه النادي الاهلي في 2010 بعد 5 مواسم مع المحله باداء مميز جدا حب يشوف الواقع بعد ما الكره في مصر كان فيها مشاكل فتره معينه وراح الهند ولف ورجع وعنده أمل كبير يبقى مدرب كبير إن شاء الله بالتوفيق للكابتن شبانة. عندنا فقرات كتير جدا وعندنا أجواء لسه في الأهلي الليلة لكن خلونا نروح لزميلي سريعا محمد سعيد. شكرا ليك.